اليوم قلت ابدي وياكم اشوفكم هذا الجرس اللي جبناه لكم هسه من قلب الحدث، كلش حلو، قياسه كلش مناسب، بالوان كلش لطيفه وصوته حلو، سعره بس 2000 دينار. مقدمه او رف حبايب يكون 3 طوابق، الطوابق مالته كلش واسعه، وايضا الارجل مالته تكون بارجل متحركه مثل ما تشوفون، حتى تصير عليكم سهله انكم تحركوها من مكان لمكان ثاني. تكون كلش قوية، ايش تريدون تخلون بيها راح ترهم، متوفرة باللون الاسود ومتوفرة باللون الابيض، هذا الجمال كله بسعر 19750. في علاقة خشب باشكال كلش حلوة، متوفر اللي مكتوب عليه كوفي ومتوفر اللي مكتوب تي. تعلق اليد مالتها تكون قوس، سعرها بس 3000، ومتوفرة بهذا اللون، اللون الابيض والاسود والرصاصي والابيض. مقسم خشب يفيدكم للملاعق، شوكات، سكاكين، تخلوه داخل المجر، قياسه كلش مناسب، سعره بس 4000. صفر طاس كهربائي، يعني من هنا ورايح حبايب الاكل مالتكم راح يظل حار، يكون طافقين، القفل مالته محكم، 2 صفر طاس بقياس كلش مناسب مو كلش كبير، ايضا هذا مالته الطابق الثاني همينه دي. صفر طاس، هذا الكلاس مال تحت تديرون بيه المي، وهذا الكابل مالته، يعني فتشي كلش مفيد ويجي بباكيت، سعره 15000. اشوفكم حافظات الكلينكس باشكال كلش حلوه وكلش لطيفه، وهذا الشكل، وايضا متوفر بيه هذا الشكل الثاني، الغطاء مالته يكون خشب، تاخذون الشكل اللي انتم يعجبكم، سعره قطعة 3500. واغلبكم سالتوا على الرفوف الخشب اللي تتعلق بالحائط، جبناها لكم باكثر من قياس، من قياس 80 لحد قياس 30، عندكم قياس 80 سعره 12000، وقياس 70 10500، وقياس 60 9500، وقياس 50 سعره حبايب يكون 3750، وقياس 40 7000، وقياس 50 6000. الخشب حبايب مالتهم قوي واكثر من لون، عندكم اللون الابيض والجوزي والصاجي. اللي يدورون نزاكة فهاي الدولكة عبارة عن نزاكة، زجاج شفافة، قياسها كبير، كلش حلوة، سعرها بس 3750، وأكيد بعد متوفر هاي موديلات بعد أحلى. قارورات زجاج بأشكال كلش حلوة وديكورها يجنن، تعالوا خل أشوفكم هذا الشكل إيش قد حلو، وأيضا عندكم هذا الشكل الثاني، وهذا الشكل اللي يكون قياسه أصغر، هذا مالته هسه بيكون. يعني كلش حلوات وبسعر كلش مناسب، سعرها بس 2750 القطعة الوحدة، وتاخذون الشكل اللي انتو يعجبكم واللون اللي يعجبكم. بتشوفون هاي الرفوف مليانة بالنصابات الكلش حلوة وفيكه، وكلها كريستال وبأسعار كلش مناسبة، يعني شوفوا جمال هاي النفاضة جد حلوة، تكون زجاج كريستال والإطار مالتها أو الإستاند يكون باللون الذهبي وكريستال، يعني تخيلوا هذا الجمال كله بسعر بس 3000، وأيضا بعد متوفر هاي موديلات بأشكال تجنن. والبوكس القماش راح تلقوه بالطابق الثالث، كلش مفيد، تخلون بيه ملابس او العاب او الشغلات اللي انتو تريدوها، طبعا حبايب يكون بيه سحابتين من فوق ومن الجانب، قياسه كلش مناسب، ومن الداخل يكون عميق، متوفر بيه اكثر من شكل، سعره بس 4000. صواني البيتزا بنوعيه كلش ممتازه، تكون زيتيه، متوفر بيها قياسين، يعني القياس الكبير 1750، اما القياس الاصغر سعره بس 1500. ستيات كوب بقياس كبير، لان اغلبكم سالتوا وردتوا كوابة زجاج بقياس كبير، فحبايب هذا ستيات كامل متكون من 6 قطع بسعر 2750. وتدلي ورد بسعر بس ب1000 دينار، طبعا حبايب قياسه كلش مناسب، يكون طويل مثل ما تشوفون الورد، وهواي الوان كلش لطيفة، وبسعر مثل ما قلت لكم ب1000 دينار. سيت استكان زجاج والنقشة مالته تكون باللون الذهبي، أكيد طلاء ثابت، شوفوا جمال الماعون ايش قد حلو، سيت كامل 6 قطع بسعر 14500، وحتى الباكيت مالته كلش حلو.
الميوز الزجاج اللي تكون ضد الكسر جبناها لكم من جديد باكثر من قياس، واللي الارجل مالتها تطبق. طبعا حبايبي متوفر بيه اللي يكون لون اسود ساده، ومتوفر اللي بيه نقشه، النقشه كلش حلوه. هذا قياس 60 سعره 26000. ايضا حبايبي متوفر بيه قياس 70 سعره 31750، وقياس 80 سعره 37750. متوفر شكل مربع وشكل دا.